زي ما تمحكى لي ساعده مع ناتر أو بيعرف كل شيء صار بهذاك الوقت. مو بس هيك، أنا صرت متأكد إنه التهريبة هي سبب الغنى اللي هو فيه. شلون يعني؟ رؤوف كذب علي بشو ما بعرف. وقتها لما أجي لعندي على السجن أكد لي إنه هو انضحك علي، بس هلا من كلام ساعده عم يتبين لي إنه كذاب. إذا ما له علاقة بالتهريبة أنا متأكد إنه بيعرف شو كان جوات البرادات. ومعقول يكون بهالحقارة؟ هلا أهم شيء ساعده يشوفه لرؤوف ويتأكد إنه هو. وقت القفلة بتكون عنده. طيب وين موعدك مع سعده؟ اليوم بالليل. رجلي على رجلك كمال. ايه طبعا لازم تروح معي، بس هلا بدك تنزلني باخر الشارع، عندي مشوار ضروري. المساء وياك نلتقى ونروح على الخمار. عم تفصلني يا سعدو؟ ايه شو علي؟ مرحبا سامر بيك. علي سعدو وينك لهلا؟ ليكني بين الايادي، احلى نص ربع شقفي على كيف كيف كيوفك. رح تدعي لي؟ واثق من حالك كثير. ها المره الماضيه دعيت عليك ما دعيت لك، لان قطعه الحشيش اللي اعطيتني اياها كانت مضروبه، وقسما بالله العظيم قسما بالله انضرب راسي لما اخذتها. يعني ما عاد الشيء قدامي، صرت اشوف الدنيا كلها دشاش. مثل ما عم اقول لك، هالمره رح تدعي لي، لانه هي غير حديث، هي من بضاعة كانت رايحة لبرا، الله وكيلك لغيرك ما بجيب منها. معلومك بتعرف جماعة برا دفيعة. نحن دفيعة كمان سادو. وأنا جاهز، أي شيء بدك إياه بس اعزف لي ألو، واللي بتريده بيحضر لعندك.